السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي مع درس جديد من دروس اللغة العربية. النهاردة موضوعنا في المحور الثاني علاقاتي مع الآخرين، الموضوع الثالث عاداتهم تميزهم. الدرس بتاعنا بعنوان طعامهم يميزهم. بيقول يا أولاد يعد الطعام شيئا جوهريا بالعالم في الماضي والحاضر، كما يعد تناوله شيئا أساسيا للجميع لأنه يحافظ على بقائنا أحياء ويمنحنا المتعة في الوقت نفسه، فلا حياة بدونه. بيقول يا أولاد يعد، يعني يعتبر الطعام شيء أساسي. طبعا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون طعام أو شراب، لأن طبعا ده هو يعتبر من أسباب بقاء الإنسان حي، وبالتالي لا يستطيع كل من الاستغناء عن الطعام سواء كان في الماضي او في الحاضر. يبقى اولاد دلوقتي لو سالني وقال ما اهميه الطعام في حياتنا، هقول له طبعا يحافظ على بقائنا احياء ويمنحنا المتعه في الوقت نفسه، فلا حياه بدونه. كلمه بقائنا يعني استمرارنا، ويمنحنا المتعه يعني يمنحنا بمعنى يهبنا او يعطينا او يعطينا. يعد الطعام يعني يعد يعتبر شيئا جوهريا، يعني جوهريا اساسيا وضروريا. اساسيا وضروريا. على صعيد آخر، يعني إيه كلمة صعيد يا أولاد؟ الصعيد هو كل مرتفع من الأرض بنسميه صعيد. هو يقصد إيه بعلى صعيد آخر؟ يعني هيتحدث في جزء آخر. ليس الطعام مصدرا للصحة والطاقة فقط، لكنه يعكس أيضا عادات الشعوب. كل شعب بيتميز بنوعية معينة من الطعام وبشكل معين وبطريقة معينة في الطبخ وإعداد الطعام. يعكس أيضا عادات الشعوب وثقافاتها على مر العصور، على مختلف العصور، فهو مرتبط بالمناسبات السعيدة. دايما لما بيكون عندنا مناسبة سعيدة بيتبادر في ذهننا هنحضر طعام إيه؟ إيه المناسبات السعيدة اللي ممكن ترتبط بالطعام؟ كالأفراح، الحفلات، الأعياد. فإذا أردنا أن نحتفل بحدث ما، فإن أول سؤال يتبادر إلى الأذهان، يعني يتبادر إلى الأذهان يعني يتسارع إلى العقول، ماذا سنقدم على المائدة؟ طبعا يا أولاد إن الطعام ليس مصدر للصحة والطاقة، وزي ما قلنا لكنه مصدر لبقاء واستمرار الحياة. وطبعا أنواع الطعام بتعكس ثقافة وعادات الشعوب، يعني كل شعب زي ما في عادات في الطعام، في الكلام، في اللبس، ففي أيضا عادات في نوعية الأطعمة وأسمائها. وطبعا الطعام بيرتبط بالمناسبات السعيدة، يعني كل مناسبة بنفكر في الطعام المناسب للمناسب لهذه المناسبة ولكي يمكن إعداده. يعني نتعرف على بعض المفردات. كلمة يعد يعتبر جوهريا أساسيا وضروريا يمنح لنا يعطي أو يهب على صعيد آخر من وجهة نظر أخرى على مر العصور على مضي الأزمنة يعكس يظهر يتبادر يجيء جوهريا عرضيا بعكسها أحياء عكسها أموات يمنع أو يحرم عكس الصحة المرض مرتبط منفصل يتبادر يتباطأ جمع العالم العوالم الطعام الأطعمة المائدة الموائد زائر زوار أو زائرون أو زائرون. طبعا أولاد المفردات مهمة جدا بالنسبة لنا ولازم نذاكرها كويس جدا. الأسئلة: ماذا يعكس اختلاف الطعام بين الشعوب؟ إن طبعا يعكس عاداتها وثقافتها، فهو مرتبط بالمناسبات في الأفراح والأعياد. ما أهمية الطعام في حياتنا؟ طبعا قلنا في أول الدرس يحافظ على بقائنا أحياء ويمنحنا المتعة في الوقت نفسه، ولا حياة بدونه. السؤال المتفوقين، وهننتظر تعليقاتكم أسفل الفيديو، ضع علامة صح أو غلط. الطعام مصدر للصحة والطاقة والمتعة. تعالوا نستكمل مع بعض الدرس بتاعنا. زي ما قلنا ان الطعام بيعكس ثقافات وعادات الشعوب، فبيقول لي هنا تختلف ثقافه الطعام من بلد لاخر بل من محافظه لاخرى في البلد نفسه. يعني هنا اختلاف ثقافه الطعام وطريقه اعداده والمسميات التي تطلق على بعض الاطعمه مش بس بتختلف من بلد لاخرى، ولكنها تختلف من ايه؟ في نفس البلد من محافظه لاخرى. فنجد ان لكل محافظه ما يميزها من انواع الاطعمه المختلفه. فمثلا
تشتهر محافظة الإسكندرية. اه طبعا، اه برافو عليك. وسمعنا محافظة الإسكندرية بتعرف بإيه، وطبعا معاها محافظات القناة اللي هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس، بالأكلات البحرية من أنواع السمك المختلفة والجمبري وأم الخلود. طبعا دي أكتر حاجة مشهورة عندنا في إسكندرية، واللي منكم زار محافظات القناة أكتر حاجة مشهورة عندنا أنواع الأسماك والجمبري وأم الخلود. فلا تجد زائر لهذه المحافظات إلا ويريد أن يتناول أكبر قدر من هذه الأسماك التي تتوافر التي لا تتوافر فوائدها في أسماك الأنهار. يعني أسماك طبعا إحنا عندنا هنا البحر بتاعنا والبحر المتوسط، وفي محافظات القناة عندهم البحر الأحمر، فطبعا بتختلف الأسماك أو أنواع الأسماك الموجودة في البحار عن الأنهار، وبالتالي تختلف فوائدها. كلمة تشتهر بمعنى تعرف، قدر كمية، تتوافر توجد، عكس الصحة المرض، عكس يختلف يتفق، فوائد أضرار، محافظة جمعها فوائد، مدد. أخذنا مع بعض في الجزء اللي فات ده أولاد الطعام المميز للإسكندرية ومحافظة القناة، فبنسأل بقى كام سؤال. ما الأطعمة التي تشتهر بها محافظة الإسكندرية ومحافظات القناة؟ قلنا أنواع الأسماك البحرية زي مثل الجمبري وأم الخلود وأنواع الأسماك المختلفة. دلوقتي يا أولاد هنتكلم على الطعام المميز لمحافظة البحر الأحمر. فبنقول تجد مثلا محافظة البحر الأحمر وبالأخص في منطقة حلايب وشلاتين، طبعا المحافظات دي على البحر على البحر الأحمر، تشتهر بالسلات. ايه السلات دي بقى أولاد؟ دي بتتكون من اللحم الضأن والماعز، وتطهى بوضعها على أحجار البازلت وسط الأخشاب والأعشاب المشتعلة، وتقلب لمدة محددة، ويضاف إليها البهارات المختلفة، وتجد أمام معظم المنازل موقدا لإعداد السلات، وهي تطهى قبيل المغرب. كده أولاد احنا عرفنا الطعام المميز لمحافظة البحر الأحمر في حلايب وشلاتين. قلنا السلات يعني هو اسم الطعام، السلات عبارة عن لحم الضأن والماعز، وبيطهى على أحجار البازلت، نوع من أنواع الصخور بيتم طبعا تكون شديدة الحرارة وتساعد في سرعة طهي الطعام. طبعا هذه الأحجار توضع وسط الأخشاب والأعشاب المشتعلة زي ما قلنا لكي تزيد من الحرارة الموجودة حول القدرة أو الإناء الموضوع في لحم الضأن والماعز، وطبعا مع إضافة البهارات المختلفة. وطبعا أمام كل منزل بيوجد موقد لإعداد هذا النوع من الطعام. كلمة موقد المقصود بيها موضع اشعال النار، اعداد، تجهيز، قبيل، قبله مباشرة. وعلى فكرة اولاد كلمة الضأن تعني لحم الغنم. مضاد كلمة تتصدر تتأخر، جمع موقد مواقد، مفرد الاخشاب الخشب، احجار الاعشاب العشب. زي ما قلت لكم المفردات مهمة جدا ولازم نركز عليها. الأسئلة: ما الطعام الذي تشتهر به منطقة حلايب وشلاتين؟ قلنا السلات، وطبعا قلنا يتكون من لحم الضأن والمعز. سؤال لحبايبنا المتفوقين بيقول لي: اختر، نستمتع بأكلة السلات عند زيارة، نختار المنوفية، حلايب وشلاتين أم الشرقية؟ هننتظر إجابتكم وتفاعلكم معي. بيقول يا اولاد: كما تشتهر سيناء بانها ارض الزيتون. خد بالك، يبقى احنا خدنا الاسكندريه ومحافظات القناه تشتهر بانواع الاسماك البحريه مثل والاسماك المختلفه ومثل الجمبري وام الخلود. قلنا في محافظه البحر الاحمر حلايب وشلاتين في بالسلات. تعال نشوف كده محافظه سيناء بانها ارض الزيتون. يبقى جميل، برافو عليك. يعني فيها زيتون بيزرع هناك، لذا تجد ان زيت الزيتون يدخل في معظم انواع الاطعمه لديهم، وتجد بعضهم يحرصون على شراء الزيتون. كذلك تشتهر مطروح بالمفروكه، وهي مكونه من لحم الضأن والارز. خد بالك، يبقى هو اتكلم عن سيناء ومطروح. سيناء بتشتهر بزراعه الزيتون، وبالتالي فالمنتشر هناك زيت الزيتون والزيتون نفسه. اما مطروح فبتشتهر بالمفروكه، وهي مكونه من لحم الضأن والارز. جميل.
المعاني اللي وردت يا اولاد كلمة معظم بمعنى أغلب. يحرصون عكسها يهملون. جمع أرض أراض وأرضون. السؤال بيقول مما تتكون المفروكة؟ قلنا برافو عليك أو من لحم الضأن والإيه والأرز. دلوقتي يا أولاد هنبدأ مع بعض في جزء الطعام المميز لمعظم محافظات الصعيد وقنا. وإذا ذكر صعيد مصر يتبادر إلى عقلك دائما الكشك والفايش. أما الفايش فيشتهر به معظم محافظات الصعيد خاصة بالتزامن مع قدوم عيد الفطر. إلا أن قنا تتصدر المحافظات في خبيزه. كلمة تتصدر يعني تتقدم، لأنها دون غيرها من المحافظات تقدمه باللون الأصفر، كما تشتهر به بأقماع السكر اللي هي الجلاب، وهو أحد أنواع الحلوى التي لا تعرفها أي محافظة أخرى سوى محافظة قنا. يبقى أولاد الطعام اللي بتشتهر به محافظات الصعيد قلنا هو إيه؟ الكشك والفايش. الكشك والفايش، وطبعا عندنا حاجة اسمها أقماع السكر اللي هي الجلاب، هو أحد أنواع الحلوى التي لا تعرفها أي محافظة سوى محافظة إيه؟ قنا. تعالوا نشوف بعض المعاني اللي عندنا يا أولاد. طبعا يا أولاد بيقول لي هنا إحنا عارفين إن الكشك إحنا مسمى هو عندهم في الصعيد، لكن المسمى عندنا او طريقه الصنع بتختلف في اسكندريه عن محافظه الصعيد. يعني في الصعيد الكشك هو مصنوع من الغله واللبن الرايب، لكن عندنا بيكون له طريقه اخرى عباره عن طماطم ودقيق ومثلا جمبري او دجاج فحسب الرغبه، لكن نفس المسمى لكن طريقه الصنع بتختلف، عشان كده بنقول ايه في عادات وثقافات للشعوب. والفايش بتشتهر بيه قنا وخاصه ان هو بيكون باللون الاصفر، والجلاب اللي هي اقماع السكر. تتصدر تاتي في المقدمه بالتزامن، يعني في نفس الوقت. تتصدر عكسها تتزيل. جميل. الاسئله اولاد، اول سؤال اختار المعنى المناسب مما بين الاقواس. تقدم محافظة قنا الفايش باللون، هنختار الأصفر يا مستر. الأصفر. الجزء اللي بعد كده، حين تتحدث عن الأطعمة التي يتميز بها أصحابها فلا يمكن أن تنسى الفطير المشلتت والحواوشي العزيزية، وهما أشهر الأكلات الموجودة فين؟ في الشرقية، في محافظة الشرقية. الشرقية أولاد مشتهرة جدا بالفطير المشلتت والحواوشي. ورغم ان الفطير المشلتت تعده كثير من محافظات مصر، يعني مش بس الشرقيه هي اللي بتعد وتجهز هذا النوع من الطعام، لكن كثير من محافظات مصر، فان محافظه الشرقيه يظل يميزها ويعد ذلك من ثقافتها. يعني طبعا بيصنع في الشرقيه وله طعم ومذاق جميل بيختلف عن الفطيرة الذي تصنعه باقي المحافظات، وهذا يعتبر من ثقافتها، لأن الطعام زي ما قلنا يعكس ثقافات الشعوب وعاداتها، وكذلك هو مصدر للبهجة والمتعة، لكنه يقتضي منا الاعتدال وتجنب الإفراط. يعني طبعا لابد إن احنا نتناول جزء من الفطير المشلتت بالتوسط وعدم الإكسار أو تجاوز الحد حتى لا يكون سبب في الإصابة بالأمراض السمنة أو غيرها من الأمراض التي تصيب الجسم. كلمة تتصدر يعني تتقدم. إعداد تجهيز. مضاد البهجة الحزن، قلنا معناها السرور والسعادة. مضاد تتصدر تتأخر أو تتزيل. جمع محافظة محافظات. الأسئلة، ضع علامة صح أو خطأ. السؤال بيقول الإفراط في تناول الطعام يمنحنا صحة أفضل، صح ولا غلط؟ طبعا خطأ يا مستر. السؤال الثاني، تعد المفروكة من أشهر أطعمة محافظة مطروح؟ صح. الإجابة صحيحة. سؤال المتفوقين، بيقول لي يا أولاد أجب ما الأطعمة التي تشتهر بها محافظة الشرقية؟ هننتظر إجاباتكم وتعليقاتكم معنا، وطبعا كده نكون وصلنا لنهاية درسنا على وعد بلقاء آخر في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.